يكون في قناة المطبخ الشرقي والغربي. وصفة النهاردة هي صوابع البطاطس المتحمرة بالشكل ده، هنشوفها النهاردة بتتعمل ازاي. يكون في قناة المطبخ الشرقي والغربي وصفة النهاردة هي صوابع البطاطس المتحمرة بالشكل ده، هنشوفها النهاردة بتتعمل ازاي. عشان اعمل وصفة صوابع البطاطس المقلية، عندي المقادير: بطاطس مهروسة، جبنة شيدر مبشورة او اي نوع جبنة تاني مبشور، وعندي بيضة، وعندي نشا، ملح، فلفل اسود، ولبن. هحط الاول البطاطس المهروسة في البولة بتاعتي. بعد كده الجبنة المبشورة، ملح، فلفل اسود، الملح طبعا حسب الرغبة، نشا، لبن، البيضة. قبل ما احطها لازم اديها تقليبة كده، فكها من بعضها. بعد كده احط البيضة، اقلب الخليط ده كله مع بعضه لحد ما اوصل لخليط متجانس يسهل تشكيله. وده شكل الخليط بعد ما اتقلب وجهز معايا. ابدأ ان انا اشكله علشان احمره في الزيت. بعد ما خلصت خليط البطاطس وبقى جاهز ان انا اقليه، احطه في اكياس الحلواني علشان ان انا اقدر اشكله على هيئة صوابع واحمرها في الزيت بالشكل ده. طيب لو ما عنديش كيس حلواني اقدر احط فيه البطاطس، ممكن استخدم الكيس العادي اللي هو بتاع الساندوتشات ده، احط فيه خليط البطاطس واقطع واقص من هنا من عند نهاية الكيس بحيث تديني شكل صوابع البطاطس. نشوفها مع بعض. علشان اقلي صوابع البطاطس المحمرة عندي الزيت بيسخن، وقصيت كيس الحلواني بالشكل ده، انزل الصوابع تتحمر واقصها كده كده كده، تمام زي ما احنا شايفين بالشكل ده لحد ما تتحمر وتاخد لون ذهبي. اوريها لكم بعد ما تتحمر. زي ما احنا شايفين الصوابع بتتحمر بالشكل ده. يفضل ان انا احاول برضو اقلبها وهي في الزيت كده علشان تبعد عن بعضيها، يعني اول لما انزلها الزيت اديها كده تقليبة على خفيف عشان تبعد عن بعضيها، ونكمل تحمير البطاطس. وده شكل البطاطس بعد ما جهزت، تتقدم مع صوص الكاتشب وبالهنا والشفا.